رددي أياتها الدنيا مشهور رددي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا وإمامنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. مساء الخير يا المهرة، مساء جميل يتعطر بوجودكم ووقوفكم وتحيتكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية كريمة من الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، الخالد في قلوب كل المهريين هنا وفي هذه الصالة التي تحتفي اليوم بحفل تخرج طلاب وطالبات كلية التعليم المفتوح فرع المهرة دفعة بصمات واعدة، الأستاذ الفاضل سالم بن نمر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، المهندس سالم محمد العبودي وكيل المحافظة للشؤون الفنية، الدكتور عادل معيلي عميد كلية التربية، الأستاذة لبنى صالح كلشات مدير عام تنمية المرأة بمحافظة المهرة، الأستاذ خالد حسان بلحاب مدير عام مكتب المعلومات والإحصاء والتوثيق، الأستاذة سلمى أحمد عفرار نائبة مدير صندوق التنمية البشرية بمحافظة المهرة، الأستاذة الصية البخيت رئيس اتحاد نساء اليمن بمحافظة المهرة، الأستاذة فاطمة علوي خوار المدير التنفيذي لمؤسسة فينا خير، الأستاذة عليا سعد الحريزي مستشارة المحافظة لشؤون المهرة، الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته ومقامه، الآباء الأمهات أولياء أمور الخريجين والخريجات نجوم احتفال هذه الليلة المهيبة، أهلا بكم في البداية وفي هذه الليلة المنيرة ليلة الجمعة، صلوا على رسول الله. سنكون وإياكم مع فقرات متعددة، فقرات فنية وفقرات إبداعية، من خلالها نقدم ونزف هذه الكوكبة من الخريجين، لكن دعونا الآن نبدأ بالقرآن الكريم تلاوة طيبة مع القارئ والخريج عوض سعيد بامطرف، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم، صدق الله العلي العظيم. الحفل الكريم في هذه البداية هنا ونحن نستقبل هذه الكوكبة، دعونا أيضا أن نقدم الشكر والتقدير لكل من أسهم ورعى هذا الاحتفال، السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر،
أقوى تحية جمهور. جمهور، نتمنى وأتمنى من كل أعماق قلبي أن يكون هذا الاحتفال هو أفضل احتفال نحضره. أيضاً الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم بن نيمر، أقوى تحية. وكيل المحافظ للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، ووكيل الشباب والرياضة الشيخ بدر سالم كلشات، الأستاذ حميد سالم خدوم الجدحي، والشيخ علي سالم الحريزي. في هذه اللحظات نكون مع زفة الخرجين، وأتمنى من الكل أن نحيي بصفقات مستمرة حتى ننهي هذه الزفة. إذن البداية صوت، نسمع أقوى تحية لكل الخريجين. صفقة جمهور، الصبر معنا هلو يا صاحبي مجنا، صبرنا والصبر معنا هلو يا صاحبي مجنا، حلو يا صاحبي مجنا، صبرنا والصبر معنا حلو يا صاحبي مجنا. سهرنا وسدهدنا وظلك الهد وماضينا، لمنا تميزنا وحققنا أمانينا، وطعم الفوز يا محلى. تمنى والتهدنا والملا تشهد وماضينا، تملمنا تميزنا وحققنا أمانينا، وطعم الفوز يا محلى. حلو يا صاحبي مجنا، Thank you.
عنده. يا سعيد 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 جنب 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 عندك. ها؟ الكاميرا عادي قدم الثاني. ومن كل فن ستكون لنا وقفة ومشاركة، ومع كل المشاركات سنكون معكم. الحفل الكريم، الحاضرون والمتواجدون، حياكم الله في هذه الاحتفالية. الطفولة، الخريجون والخريجات، هل تتذكرون أعماركم قبل 17 عاماً؟ كيف كانوا وكيف كانت الأمنيات؟ كيف عاشوا تلك اللحظات حينما كانوا صغاراً؟ واليوم قد كبروا وقد تخرجوا، لكن دعونا نعيد الذكريات قليلاً ونستمع إلى صوت الطفولة وحالها ومآلها. عبد الرحمن خالد، صوت طفولي، اسمع له تحية أقوى. عبد الرحمن أقوى تحية جمهور، ويقدم لنا ونستمع إلى شيء من صوت الطفولة الخافت، لكن سيصدع به عبد الرحمن خالد. I'm
الحمد لله الذي جعل العلم طريقا موصولا الى الجنات، والصلاة والسلام على نبيه القائل: انما بعثت معلما، والذي قال له ربه: وقل ربي زدني علما. وبعد، تحية لكم ايها الحفل الكريم، كل باسمه وصفته معطرة بافضل الطيب وازكاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضوركم يشرفنا، وتواجدكم أسعدنا. ثم إن المتكلم في مثل هذا المحفل المبارك لا يحتار كلاما، فلا يدري أيجعلها دمعة مفارق أم يقدمها بسمة متخرج. وإني أبتدي كلمتي بالشكر والتقدير لكل من أهدى إلينا في طريقنا معروفا. فعطايا ذوي الإحسان ومسادة ذوي الفضل لا تضيع، بل تذكر ولا تنسى، وتشكر ولا تكفر. فنحمد الله أولا على التوفيق والإتمام. ثم إليكم أيها الوالدان فلكم الفضل الذي لا ينسى، والبذل الذي لا يخبو ولا يخفى، بل يظل متجددا مستمرا. فأنتم السند الذي لا يكل ولا يمل، ويظل شكركم قاصرا كلاما وأفعالا. فحقكم علينا عظيما. نسأل الله لكم السعادة والرضا والخير والتوفيق. وإن كلمات الشكر لتتوجه في طريقها لمن كان للعلم سندا وعونا، وللخير مفتاحا وبابا، والذين دابوا على خدمة العلم وأهله ليزدادوا نورا في محافظتنا الآمنة المستقرة. وكلمات الشكر تنفرد لتعانق أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة، متمثلا برائدها وحامل لوائها الأب المعلم الأستاذ محمد علي ياسر، حفظه الله ورعاه. وجميع هرم السلطة المحلية ووكلائها ومدرائها. ولا ننسى جهود لن نسميهم جنود المجهولين، بل ليسوا فهم يعلمون في عقولنا وقلوبنا ومسيرتنا العلمية والعملية. فقد صبروا على تعليمنا واجتهدوا في عطائنا، سقونا من مناهلهم العذبة، وغذونا من منابعهم الصافية الزكية. رأينا منهم النور وأخذنا منهم المصابيح الحياة لنمشي بها بين الناس. فلهم تقديرنا واحتراما وتبجيلا. أساتذتنا الفضلاء، معلمينا النبلاء، ودكاترتنا النجباء، إن كلمة الشكر لا تكفي عن كل ما قدمتم لنا، ولكن تقبلوا غصة مفارق يتعتع في الكلمات، ولكنه يدين لكم بالفضل ويشكر لكم المعروف ويدعو لكم بالخير والتوفيق في دنياكم وآخركم. والشكر موصول له فضل تشات اللسان العجلة عن ذكر اسمه، كما تشكرون أنتم أيها الزملاء المجدون على تجاوز المصاعب والصمود في وجه المتاعب. إن خطفتم ثمرة النجاح والتخرج، وتحقق ما كان بالأمس حلما، أنتم أيها الرفقاء الطيبون الذين جمعتكم مائدة العلم والفوائد والدرر، فكان العلم مقصدكم والتعاون عنوانكم، رابطتكم بانتقالنا وإياكم من مستوى دراسي إلى آخر يوماً وراء يوم، حتى دق جرس الانتهاء ولاح لنا في أفق مظلم معنى كلمة فراق الأحباب والأصحاب، لمن جعلهم الوجدان أعوانا وأنرأوا دربه ومكانا، فأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من روحه وكيانا. ألا إنه يوم الفراق الذي يقول عنه أبو تمام: يوم الفراق لقد خلفت طويلة، لم تبقى لجلدا ولا معقولة، لو حار مرتد المنية لم يرد إلا الفراق على النفوس دليلا. إخوة
أخوتي وأخواتي، ولكنها سنة كونية وطبيعة الحياة البشرية، وهي رسالة جابها جبريل إلى النبي عليه السلام والسلام عليه الصلاة والسلام قائلا: يا محمد، يا محمد، عش ما عشت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقهم. أخوتي وزملائي، فلنفترق على قلب رجل واحد، فلنفترق على قلب رجل واحد، ولا يبقى إلا بصمات الإخاء ومواقف النقاء والمعروف، ونضع معا بصمات واعدة، واعدة بالتنمية، واعدة بالوفاء، واعدة بحمل الرسالة، ونضيف معارف ومهارات، ونضيف معارف ومهارات نرتقي بها محافظتنا المهر الغالية. إخوتي، مثلما أظلم هذا الأفق بالفراق، أضاء بإتمام مرحلة تجاوزناها على خير وعافية، فهي نعمة من الله وفضله. فهيا بنا جميعا نحو العمل، وكلنا أملا بالله بكل ما حولنا، لنضيء شموعا تنور دروبنا وتؤدي مخرجات تعليمنا، لننهض بوطننا الحبيب. وختاما فهذه الكلمات هي أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الخريجين والخريجات لدفعة بصمات واعدة، فتقبلوا تحياتنا وسموحة منكم، ونكرر شكرنا لكم، أختكم الخريجة يسرى علوي علي الحوار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول هي جمهور الخريجة يسرى علوي الحوار. أقول شكراً لكل الجهود التي بذلت وما تزال، وهناك مجموعة من الرعاة المشاركين المساهمين أيضاً في إنجاح هذا الحفل، لكن دعونا الآن نرحب بسلطان الشعر الشاعر. ليش عارفين منه؟ أقوى تحية لسلطان الشعر طلال بلحاف. إذن قصيدة شعرية للشاعر طلال بلحاف، اسمع له أقوى 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 تحية الجمهور اليوم حاضر معنا في هذا الاحتفال مع 134 خريجة وخريجة. ماذا يمكن أن تقول جريحة الشعر لكل خريج ولكل خريجة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أهني أخواني وأخواتي الخريجين، بذلتم واجتهدتوا وتعبتوا، ولكن بإذن الله عما قريب في المناصب العليا. أنا كنت مسوي قصايد في هذا الحفل الطيب، ولكن باختصر هذه القصايد كلها وبأخرها بيتين ارتجالية في الأخت ذهاب كدة اللي نسوي اسمها سهوة. فيشرفني أنا أهدي هذه البيتين إلى أختنا التي طيحوا اسمها من القائمة سهوا، ولكن نسمع أقوى تحية لأختنا ذهاب كدة. بالنسبة للقصائد حق الحفل، يكفي أن هنينا وجينا وبيض الله وجيكم، ما قصرتوا وتعبتوا، ولكن البيتين هذا بكتفي فيها الليلة. يقول: كدة علي كالصقور الحايمة، ورجال مثل البحر والسد المنيع، وانطاح اسمك يا ذهاب في القايمة، لا تزعلي ما دام تنهال الرفيع. كدة علي كالصقور الحايمة، ورجال مثل البحر والسد المنيع، وانطاح اسمك يا ذهاب في القايمة، لا تزعلي ما دام تنهال الرفيع. والعفو. نحتفل بتخرج 116 خريجاً وخريجة في كلية التعليم المفتوح فرع المهرة في تخصصات متعددة، في تخصص إدارة الأعمال عدد 53 خريج وخريجة، في تخصص المحاسبة عدد 15 خريج وخريجة، في تخصص القانون عدد 20 خريجاً وخريجة، في تخصص الجغرافيا عدد طالبين،
في تخصص التاريخ 4 طالبات، في تخصص رياض الأطفال في تخصص التاريخ عدد 5 طالبات، وفي تخصص رياض الأطفال عدد 4 طالبات، وفي تخصص اللغة العربية 3 طلاب طالبان وطالبة، وفي تخصص اللغة الإنجليزية طالبة واحدة، 9 تخصصات في فرع كلية التربية المهرة، إضافة إلى 4 من خريجي كلية النفط والمعادن بشبوة التابعة لجامعة عدن، وهم المهندسون طارق سالم العبودي، سالم محسن بن حفيظ، ويوسف الشرف كلشات، ومالك خالد سيف، الذين نحتفل بهم في هذه الليلة مع طلاب كلية التعليم المفتوح والذين تخرجوا في هذا العام الجامعي 2020-2021. لا شك ولا ريب أبنائي الخريجين أنكم مررتم بمراحل ومررتم بصعاب، فإلى أن توصلتم إلى هذا اليوم، يوم التخرج، يوم الفرحة، وكما قال الشاعر: لا تحسب المجد تمراً أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وكما قال الشاعر الآخر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فهنيئاً لكم أن تحتفلوا بهذا اليوم، يوم تخرجكم، وهنيئاً لآبائكم وأمهاتكم على هذا الصبر منكم إلى أن نلتم هذا اليوم لتتخرجوا فيه وتفيدوا مجتمعاتكم في تخصصات متعددة ومتنوعة في التعليم المفتوح، وكذلك أيضاً في اختصاص هندسة النفط والمعادن. إننا في كلية التعليم المفتوح وبالنيابة عن عمادة كلية التعليم المفتوح وعن جامعة حضرموت ممثلةً برئيسها الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة، نتقدم بجزيل الشكر للسلطة المحلية في محافظة المهرة ممثلةً بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر حفظه الله تعالى على ما يوليه من دعم للتعليم بشكل عام وللتعليم الجامعي بشكل خاص، فهم يقدمون كل الدعم لجميع الكليات في محافظة المهرة ولجميع الطلاب في جميع المحافظات الذين يدرسون في محافظة حضرموت أو في محافظة عدن أو في صنعاء وفي غيرها من المحافظات أو في خارج اليمن عن طريق صندوق التنمية البشرية الذي أنشئ لدعم الطلاب في هذه المحافظة، فلهم جزيل الشكر ولهم عظيم التحايا على ما يقدمونه من اهتمام ومن دعم سخي في كل المجالات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور عادل المعيلي عميد كلية التربية ومنسق كلية التعليم المفتوح فرع المهرة على هذه الكلمة التي ألقاها عن عمادة كلية التعليم المفتوح، وهو يبارك ويهنئ لكافة الخريجين والخريجات. الحفل الكريم، نبارك مرة أخرى لكافة الخريجين والخريجات ولأهاليهم وأولياء أمورهم. في حفلنا هذا لا يمكن أن ننسى المهرة، مؤسسة نيو ميديا للإنتاج الفني والتوزيع تقدم هذا الإهداء وهذه اللوحة لكافة أبناء المهرة وكافة قبائلها المختلفة وشيوخها وتلاحمها. المهرة وهذه اللوحة الفنية بعنوان عيون المهرة
أداء الفنانين محمود عبد هود وعبد الله العامري. تم التسجيل والمكساج باستوديو نيو ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. فأوقات طيبة لكل أبناء المهرة. تفاعلكم مع هذه اللوحة هي تعتبر بمثابة هدية وبصمة وتفاخر وفخر لكل أبناء المهرة. أوقات طيبة وعيون المهرة كيف تبدو جميلة. ولكل عين من المهرة. إذن قبل الفقرة التكريمية تفضل معنا ونبقى مع كلمة راعي هذا الاحتفال السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، يلقيها نيابة عنه الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم بن نمر، فليتفضلوا. أقوى تحية. فالتعليم هو أساس التنمية، والكل يدرك أهمية التعليم في كافة المجالات العلمية والأدبية وغيرها. فبالتعليم تبنى الأمم وتبنى الأجيال وتبنى الأوطان. نتمنى لأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات حياة عملية حافلة بعد كل العطاءات التي قدموها والتي تحملوها خلال مسيرتهم التعليمية في كافة المراحل، وتوجوها بهذا التخرج البهيج بتخرجهم من المرحلة الجامعية مساق البكالوريوس في عدد من التخصصات العلمية وغيرها. فبإذن الله هذه الدفعة ستكون من ضمن الدفعات التي تخرجت، ونحن في إطار السلطة المحلية سنقدم كل الدعم والتسهيلات لأبنائنا وبناتنا واستيعابهم في سوق العمل حسب التخصصات التي يعملونها. ولدينا بإذن الله في العام القادم دفعة جديدة من الخريجين كان من كلية التربية، والدفعة الأولى من كلية العلوم التطبيقية والإنسانية التي بإذن الله يكون أول دفعة في العام القادم 2021-2022. نتمنى لأبنائنا وبناتنا حياة حافلة بالعطاء، ونشكر أولياء الأمور الآباء والأمهات على الدعم والمساندة لأبنائهم حتى توصلوا لهذه المرتبة العلمية. وكذلك نشكر أبنائنا وبناتنا على جهودهم
التي تحملوها خلال المسيرة التعليمية. كما لا يسعنا إلا أن نشكر كل من ساهم في دعم أبنائنا وطلابنا. كانت المنظمات المجتمع المدني أو الصناديق وخاصة صندوق التنمية البشرية الذي أسس من أجل تنمية الطلاب ودعمهم لمواصلة التعليم الجامعي والتخصصات الأخرى. كذلك نشكر كل جهود القطاع الخاص من تجار وأصحاب رؤوس الأموال على دعمهم للتعليم وتسهيلا للكثير من المهام، وكذلك الأعداد والتحضير لهذا الحفل البهيج بمناسبة تخرج كوكبة من أبنائنا وبنات الطلاب والطالبات من كلية التعليم المفتوح فرع المارة وكلية النفط والمعادن شفوة التابعة لجامعة أرض الموت. نتمنى لهم حياة عملية مستقبلية حافلة بالعطاء. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درع الرعاية الفضية للشيخ علي سالم الحريزي. الخريج غالب أحمد سالم بن حبي الجنحي، ألف مبارك، ألف مبارك لكم التخرج ونيل المعالي في هذا اليوم. الطالب الخريج مروان خالد علي محمد المودي. ألف مبارك. دروع مميزة تشير بهذه الدفعة من العام 2021. الطالب الخريج توفيق علي محمد منصر. جمهور وين التحية شباب؟ أتمنى أن تكون تحايا الشباب من الشباب وتحايا الخريجات من الخريجات، ونشوف من هم الأقوى. الطالب الخريج طارق سالم محمد العبودي. شوف الخريجات. الطالبة الخريجة خديجة محمد علي مسلم الفقير. ألف مبارك لكل خريج ولكل خريجة. الطالبة الخريجة يسرى علوي علي مسلم خوار. ألف مبارك لكم التخرج في هذا اليوم وهذه الليلة. الطالبة الخريجة مريم حسين عبد الرحمن مولى الدويلة. لبنى محمد عيسى بالحاف. الطالبة الخريجة أمجاد سعيد محمد سعدان. طبعا ستكون معنا لوحة جماعية لكل الخريجين والخريجات مع دروعهم. الطالبة الخريجة مروى عبد الله أحمد سالم الصويفي. الطالبة الخريجة منى سالم أحمد بلحاف. لا تنسى هذيك اللي سقطت، اسمها موجود ولا سقطت بالمرة؟ لا اسمها موجود بس اسمين متشابهين. الطالبة الخريجة منى سالم أحمد بلحاف. الطالبة الخريجة نور سعد سالم علي بلحاف. الطالبة الخريجة فاطمة علي عبد الله بخيت كلشات.